يقول السائل: إذا أردت أن أقول دعاء الاستخارة فهل أصلي ركعتين عند كل أمر أريد أن أستخير فيه، أم أني أستطيع أن أصلي ركعتين ثم أستخير لو كان لدي أمرين؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. صلي ركعتين وتدعو بالدعاء لما تريد من الأمور، أمر واحد أو أمرين أو ثلاثة أو عشرة، صلي ركعتين تدعو بالدعاء للأمور كلها، تسميها باسمها، الأمر الفلاني والأمر الفلاني الأمر الفلاني وهكذا. نعم.